بروح ما يسمع حد، لكن 12 15 نادي شكل لما توقف مرة توقف رياضة منطقة ثانية. يعني احنا ماناش مستغلين وسيلة الضغط إلا باش نفيدوا لنا. وما دابينا ما نصدرش اللي هي يعني الحلول اللي المفروض إن احنا نديروها برغبة كل نادي ورغبة كل منطقة شنية. مثلا نشوف القلعة، القلعة في ألعاب القوة مثلا في رفع الأثقال عندهم أبطال متميزين حتى على المستوية دي. المفروض إن عندي في القلعة تركز مع الأهلي طارق ابو صعب بكوش احد رياضي منتخب ليبي الكره الحديديه. طبعا الاجتماع اليوم كان خاص بالكره الحديديه يعني بالدرجه الاولى. تم اجتماع عدد 11 نادي من الجبل الغربي، منطقه وسط الجبل الغربي، وكان الاجتماع يعني تقابلي لتأسيس فرع للرياضة بالمنطقة. وأيضا كان على طاولة هذا الاجتماع اللي هي أحد بنودها طبعا الكرة الحديدية، قدمنا مقترح لتأسيس رابطة خاصة بالكرة الحديدية في منطقة الجبل. طبعا دور هذه الرابطة حيكون نشر لعبة الكرة الحديدية بالأندية الرياضية في المنطقة الجبلية. طبعا زي ما تعرفوا ان الكره الحديديه تاسس اتحادها سنه 2009، لم تلقي رواجا يعني كبيرا في 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 ليبيا بصفه عامه. تشتهر بالمنطقه الغربيه يعني في طرابلس، في قدامس، في الزنتان، في هون، بعض الانديه في المنطقه الشرقيه هي افريقي درنا والصقور طبرق. الان نشتغل على إشهار هذه اللعبة في المنطقة الغربية بصفة عامة ومنطقة الجبل، ويعني جميع الأندية أبدت استعدادها على يعني نشر هذه اللعبة ورحبت بالمقترح. وإن شاء الله يعني حيكون في اجتماع ثاني لاعتماد هذا المقترح والمضي قدما إن شاء الله. ومن هذا المنبر يعني من قناتكم بعون الله تكون الأيام القادمة فيه بشرة سارة للكرة الحديدية اللي هي يعني تأسيس إنشاء ملاعب طبعا للكرة الحديدية خاصة بنادي زنتان الكرة الحديدية اللي حتستضيف بطولة دولية يعني نهاية هذا الشهر أو نهاية العام. فمن هنا إن شاء الله نوجه تحية لجميع لاعبي الكرة الحديدية بصفة خاصة وجميع محبي الرياضة بصفة عامة، وإن شاء الله القادم أفضل بخصوص الكرة الحديدية بعون الله. مجالس الرياضة هذه طبعا غيروها باسم مديرنا كاتب الرياضة، ممكن ضافوا مكتب آخر في جهة الساحل دوحة القضاء عندي في الأخيرة. ومن حق منطقة المنطقة الغربية اللي تحكي عليها توا وعلى خاطرها الاجتماع أنها تأسس، لأن رقعة جغرافية غريانية لأن هو طبعا مسافة كبيرة وفيها عدة أندية صح باسم بدين فيه ان شاء الله نسبه الانزاز فيه حوالي 50% ولا 60%، معناها كويس نلقاه على الاقل منطقه قريبه لبعض ما فيها شركة السرعه. تلقى روحك تتصل تنزل لقطه تدفع فلوس الحكام تدفع الفايدات تلقى روحك في مباراه تدفع الاسم موسى محمد جبران رئيس نادي العبوبي ام زرسان. والله انا حسب لي الاستاذ طارق الله يرحمه والديه على هذا المجهود، نتمنى للكرة الحديدية في منطقة الزنتان خاصة إشهارها والأندية اللي داخل اللي قريبة للزنتان المفروض هذه تلتحم فيها دورات، فتح دورات للتدريب وللحكام. والحمد لله المسافة ما هيش هذيك المسافة البعيدة على المنطقة، نمشي وتب سيارتنا وماشي إن شاء الله تكون الأمور، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. هي أول حاجة هي الكرة الحديدية
باهي. وثاني حاجه الالعاب الثانيه زي الطايره وزي الطايره وكره اليد مفقوده في الجبل هنا ما فيش. علاش ما يكونش فيه والميني فور؟ الحمد لله حتى هي لعبه مشهوره قاعده في الجبل. وان شاء الله نتمنى منهم جميع المسؤولين على الرياضه في ليبيا الوقفه الجاده مع الشباب ودعمهم وصقل المواهب الشاب. زي ما قلت لك